من خلال اليوم العلمي لرابطة أطباء جراحي العظام داخل محافظة المنوفية، وسعدنا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد شوقي المحروقي، مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة شبين الكوم الأسبق، ورئيس رابطة أطباء جراحي العظام بمحافظة المنوفية. في البداية بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، اشترفتونا في النقابة، مقر الـ أو بيت الأطباء في المنوفية. في بداية لقائنا بنقدم لسيادتكم التهنئة على رئاسة رابطة أطباء جراحي العظام بمحافظة المنوفية. شكرا جزيلا، بس أحب أنوه إن الحقيقة هي رئاسة يمكن تكون شرفية أكتر منها عملية، لأن الدكتور محمد النجار هو الدينامو المتحرك دايما اللي بيسهم في كل معظم النشاطات، فطبعا بنوجه له من هنا الشكر، نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله كل يعني حاجة تعجبنا وتعجب الأطباء وأطباء العظام بالذات، لأن إحنا بنقدم لهم محاضرات، بنقدم لهم ندوات، بنقدم لهم ورش عمل في مختلف فروع تخصص جراحة العظام والمفاصل. يمكن نقابة أطباء المنوفية بتتميز أو بتتفرد بوجود الروابط المتعددة، واللي منها طبعا رابطة أطباء العظام. رابطة أطباء العظام بتتميز بأنها بتعقد تقريبا كل شهر لقاء دوري للسادة الأطباء داخل محافظة المنوفية. ماذا عن لقاء اليوم وما يقدمه لأطباء أو جراحي العظام بمحافظة المنوفية؟ هو لقاء اليوم يعتبر من ضمن اللقاءات العديدة اللي احنا بنعملها تقريبا كل شهر. احنا بنفضل كمان ان لقاءاتنا تبقى في النقابة نفسها، بتحسسنا بالألفة كده، وان احنا موجودين في بيتنا، بنشوف زمايلنا واساتذتنا، وبنتعرف على الجديد في عالم طب العظام وفي جراحات الطب العظام خاصة بالالتهابات في بعض العمليات الجراحية والمفاصل وتغيير المفاصل. هي الحقيقة فعلا اللقاءات دي كلها الهدف منها شباب الأطباء، بيسمعوا نقاشات جيدة، وبيشوفوا حالات صعبة وحالات سهلة، وبيتعرفوا على المواقف الصعبة اللي بيقابلوها الجراحين، وبتحضرهم لأنهم في يوم من الأيام هيبقوا كبار، هيبقوا أساتذة، وهيبقوا مساهمين أكتر في الخدمة الصحية الخاصة بجراحة العظام. فأتمنى منهم دايما المواظبة على الحضور، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. طموحات سيادتكم بقى لرابطة أطباء العظام داخل محافظة المنوفية. والله إحنا دلوقتي بقى عندنا، إحنا كنا محافظة المنوفية من أوائل المحافظات اللي أنشأت هذه الروابط، وفي النقابة العامة خدوا الفكرة، وبدأ يبقى في روابط علمية للنقابة العامة، وبعض منا بيبقى ممثل فيها، ودي طبعا حاجة كويسة جدا. بنلاقي أكتر مساعدة من النقابة العامة، بنلاقي يعني بعض التمويل، احنا طبعا الأطباء بيساهموا بحاجات بسيطة، واحنا بنحاول نذلل لهم كل الصعوبات والمعوقات اللي بتقابلنا، عشان مثلا يوم ما نقوم بورشة عمل معينة بتبقى محتاجة مصاريف كتيرة، وبنلم تبرعات من كبار الأطباء زي الدكتور عبد الرحمن عفيفي وغيره، والحقيقة محدش منهم بيتأخر. ماذا عن التعاون مع التخصصات الأخرى والروابط الأخرى داخل محافظة المنوفية؟ احنا مرة مع الروابط الأخرى قررنا وعملنا مؤتمر عام للروابط العلمية، أخدنا موضوع الطوارئ في العظام، في الجراحة العامة، في النساء والتوليد، في الأنف والأذن، في البطن والقلب، وكان مؤتمر حقيقة مشرف جدا، وفي صدد إن احنا نحاول نكرره، يعني دايما في تعاون مع كل الروابط العلمية. أتمنى التوفيق لحضرتك ولربطة أطباء العظام داخل محافظة المنوفية. شكرا جزيلا لسيادتك. ألف ألف شكر، وشرفتنا، ونتمنى وجودكم دايما معانا ودعمكم لنا.
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عفيفي، رئيس قسم العظام الأصمق بمستشفى شبين الكوم التعليمي. اليوم شاهدنا واستمعنا لمحاضرة من سيادتكم خلال اللقاء العلمي اللي نظمته رابطة أطباء جراحي العظام بمحافظة المنوفية. ماذا عن الحالات اللي عرضتموها سيادتكم خلال هذا اللقاء؟ أولا برحب بكم وشكرا جزيلا على المقدمة اللطيفة دي. هو مهمتنا طبعا شباب الأطباء، الشباب الصغير، إن احنا دايما حريصين إن احنا نعلمهم، إن احنا نجيب لهم التكنولوجي أو أبديت لكل المعلومات، مبقاش في جاب بيننا وبين العالم الخارجي، خاصة إحنا كل المؤتمرات العالمية بنحضرها في على مستوى العالم، فدايما بنبقى حريصين لنقل للشباب الصغير ان احنا نعلمهم وان احنا نبقى حريصين نوريهم حاجات جديده وحاجات كويسه، ده بتثقل خبراتهم وده دورنا. يعني شباب الاطباء يمكن هم الهدف الرئيسي من مثل هذه اللقاءات، النصيحه اللي حضرتك بتوجهها لهم من اجل الاهتمام بتحصيل العلم وحضور مثل هذه اللقاءات، حضرتك تقول لهم ايه؟ اولا دايما شباب الاطباء تركيزهم ما يحطوش عينيهم على الفلوس وعلى حاجه، يحطوا عينيهم على ان هم يتطوروا من انفسهم ويرفعوا بالحاجات السب سبيشاليتي، التخصصات الدقيقه يخلي بالهم منها، لان دي بتفيد المريض. عينيهم على المريض، عينيهم على ان هم هيبقوا ابديت ويساعدوا المريض باحدث حاجه موجوده، في الاخر بيبقوا بيكبروا وبيبقوا كويسين، والماديات دي في الاخر بتتعوض وبتجي لهم بعد كده، طالما عينه ان هو يتطور نفسه، ان هو يكبر، ان هو يساعد المريض وعينه على المريض وينقل احدث حاجه للمريض، فده بيبقى حاجه جميله او حاجه لطيفه طبعا. دكتور عبد الرحمن، لو سالنا حضرتك نصيحه حضرتك بتوجهها لكل شاب صغير وكل ام دلوقتي بتهتم بتغذيه اولادها، لان يمكن يعني عدم الاهتمام بصحه العظام يمكن ما بينالش الجانب الاكبر، وبنلاحظ مشكلات كبيره عند الشباب الصغير، حضرتك تقول لهم ايه؟ والله هو طبعا المفروض الولاد الصغيرين دول ما يبقاش دايما في مكان مغلق، مكان ممارسة الرياضة مهمة جدا جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان السباحة وركوب الخيل، دايما ما يبقاش العيل اللي بيقوي العظم الحركة والمشي والرياضة، مش للصغارين بس، الكبار يعني. دايما نصيحتي كده دايما اقول المشي والحركة حياة الانسان عايش، لانه بيقوي العظم، مفيش عظم بيقوى بدون ما يحرك جسمه، بدون ما يمشي، بدون ما يتحرك. حتى للكبار، مش للصغارين كمان، الصغارين دي لازم يروحوا رياضه ويروحوا ملاعب ونوادي ويجروا ويتعلموا ويبقى لهم هوايات كتيره. ده الكبار بالذات بنبقى حريصين ان احنا نقول لهم لا، المشي والحركه حياه، العشر خطوات احسن من خمس خطوات، 50 متر احسن من 20 متر. مفيش، دي بتحمي من حاجات كتيره، بتحمي الناس. عمرنا ما شفنا شاشه عظام للست الفلاحه خالص، احنا دايما شاشه عظام للناس اللي بيقعدوا على الفيسبوك والناس اللي هم ما فيش حركه عندهم والهوانم ومش عاوزين يشتغلوا ومعتمدين على الشغالات وبتاع، لا بالعكس، العضلات بتتحرك، بتتحرك معناها ان الدم بيروح للعظم بيقويه بيحميه، خاصه في سن الشيخوخه. الاطفال مهم جدا جدا عشان هم في مرحله البناء، والبناء دي معناها لحد 20 سنة الجسم بيبني نفسه، فبالتالي لازم يمارس الرياضة، بيقوي عضلاته، بيقوي عظمه، بيقوي، دي مرحلة البناء. وبعد كده بالنسبة لكبار السن طبعا بتبقى حماية ليهم، وربنا سبحانه هو الحامل للجميع، يعني مش شايف ربنا. دكتور عبد الرحمن عفيفي، الرئيس الأسبق لقسم جراحة العظام بمستشفى شبين الكوم التعليمي، بنشكر سيادتكم على هذا اللقاء وهذه المعلومات القيمة. سعداء بيكم، متشكرين جدا، ربنا يخليكم ويبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا. من خلال اليوم العلمي لرابطة أطباء جراحي العظام داخل محافظة المنوفية، وسعدنا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد النجار، رئيس قسم العظام بمستشفى الطلبة الجامعي بجامعة المنوفية. دكتور محمد، في البداية بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيك يا فندم، منورين الرابطة، رابطة جراحي العظام، منورين نقابة أطباء المنوفية طبعا. رابطة جراحي العظام بمحافظة المنوفية من الروابط النشيطة اللي كل فترة بتعقد لقاء علمي متميز بيقدم كل ما هو جديد، ماذا عن الجديد خلال هذا اللقاء؟ الحمد لله، احنا فعلا زي ما حضرتك قلت دايما اللقاءات العلميه بتاعتنا دايما بتتسم بانها فيها جديد، دايما جديد ما بين جراحين العظام يعرفوه ويتناقشوا فيه، خبرات لاساتذه افاضل لنا واخوه اكبر وزملاء اعزاء بيعرضوا حالات كلينيكيه واجهتهم قابلتهم في مكان عملهم او في عياداتهم الخاصه، وبنعرضها وبنتناقش فيها. الحمد لله برضو الحاجات ديت بتبقى معاها زي ما بنقول توثيق علمي، الحاجات اللي
الحديثه على مستوى العالم الحمد لله. في الاطلاع بقى يعني السبل اليه بقت سهله جدا، فبالتالي الحالات دي بتتعرض وبتعرض الحلول العلميه الحديثه اللي بقت تتبع في العالم فيها يعني. فدايما الحمد لله الاجتماعات بتاعتنا بيكون فيها جديد دايما الحمد لله يعني. الحمد لله. يمكن ده اللي لاحظناه النهارده من خلال عرض الساده المتحدثين. شفنا مجموعه من الحالات وتعقيب ومناقشات دارت حوالين سبل العلاج الخاصه بهذه. الحقيقه ده معتاد يعني الحمد لله، سواء احنا عندنا النهارده ما شاء الله ثلاثه من السبيكرز او المتحدثين اللي عندهم خبرات واسعه في مجال عملنا، الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عفيفي يعني اللي ذو باع كبير جدا في جراحه العظام بصفه عامه، ومن عنوان المحاضره بتاعته كان في منتهى الاهميه سواء لنا احنا كناس يعني نعتمد على خبرات شويه، لكن برضو للاجيال الجديده ولزملائنا الاعزاء اللي بيحضروا معنا الصغيرين شباب الاطباء، لا دي بتدي لهم خبرات وتديهم ثقه في الشغل. برضو المحاضرة الجميلة اللي قدمها الأستاذ الدكتور أحمد عبيد برضو دي كانت محاضرة مهمة جدا وشيقة وخاصة بجراحة المفاصل، وده يعتبر فرع من فروع جراحة العظام، والنهاردة له طبعا باع طويل جراحة المفاصل والتطور الرهيب اللي حصل فيها في السنوات الأخيرة في أنواع المفاصل وبشكل عام والتطبيقات استخدامها. المحاضرة الجميلة اللي قدمها الأستاذ الدكتور أيمن الشيخ استشاري العظام بمستشفى شبين الكوم التعليمي عن حالات اليد وإصابات وكسور عظام اليد، ودي من الحاجات الجميله جدا الناس تستفيد منها وتعرف ازاي تتعالج بيها، ازاي تعالجها وازاي يكون التاهيل بعد العلاج كمان، لان ده جزء مكمل لشغلنا جامد جدا. ماذا عن قسم العظام داخل المستشفى الجامعي بجامعه المنوفيه اللي حضرتك بترأسه؟ احنا الحمد لله يعني المستشفيات الجامعيه بصفه عامه بتقدم خدمه للمجتمع المنوفي، مجتمع محافظه المنوفيه بشكل مكثف جدا يعني. احنا عندنا طبعا المستشفى معنيه اكتر عندنا بطلبه جامعه المنوفيه، ومعنيه بعد كده باعضاء هيئه تدريس الجامعه، وبعدين بعد كده بالساده الزملاء العاملين بالجامعه، فدول الحمد لله عندهم نسبه اعتماد وثقه كبيره جدا على مستشفى الطلبه، وبيترددوا عليها بشكل يومي، وبيجدوا فيها الحمد لله يعني التخصصات المختلفه، بيجدوا فيها سبل التشخيص، الفحوصات اللي بيحتاجوها سواء في المعمل او في قسم الاشعه. لا يعني دايما الحمد لله المستشفيات جامعه المنوفيه يعني الحمد لله بيبقى لها مردود كويس جدا على المجتمع بصفه عامه وعلى العاملين بجامعه المنوفيه. استاذ الدكتور محمد النجار رئيس قسم العظام بمستشفى الطلبه الجامعي داخل جامعه المنوفيه، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء ونتمنى التوفيق لكل جراحي العظام داخل محافظه المنوفيه. احنا بنشكر حضراتكم جدا يعني، وان شاء الله دايما نلتقي على خير في كل اللقاءات العلميه القادمه باذن الله، وان شاء الله بالتوفيق لكل الزملاء الاعزاء يعني. الف شكر لكم. الف شكر يا فندم.